لكن الفترة الأخيرة دي مفيش ولا عمل اللي عملتيه ورجع بقى كده ندمتي. لا في زي لا مش هقول زي ايه علشان ليه؟ لا لانه حرام يعني ما ينفعش اعمل كده في شغل انا اشتغلته لان ما كنتش متخيل انه هيطلع كده يعني ما تخيلتش انه هيطلع لا سيبك من يعني احنا مش هنغلط في العمل ممكن العمل يطلع كويس بس انت مش عاجبك دورك هو في العمل كويس جماهيري لا مش دوري انا ما حسيتش انه كويس فنيا يعني من الناحيه الفنيه سينما ولا تلفزيون التلفزيون الاخوه لا الاخوه ده خلاص من سنه وعد عليك بس انت انسحبتي منه انا انسحبت خلاص من اول جزء الاتفاقات اللي حصلت في العقد ما تمتش فلوس لا كترتيب اسمي في كتابه اسمي في التتر دوري اتحذف منه كتير جدا لصالح ممثله تانية لصالح ممثله تانية مين يعني ما احبش اذكر بقى اسماء ليه؟ لكن حسيت ان في تفاضل بالذات ان انا كنت مشغوله جدا ان انا كنت بنزل اصور السبع وصايا والصندوق الاسود وبروح له يعني بنزل هنا 15 يوم وبروح لهم اسبوع في ال 15 يوم اللي كنت بنزل فيها برجع بلاقي الدنيا اختلفت خالص مخرجين اتغيروا دور قل مساحته قلت مشاهد انت وامل بشوشه ونادين راسي نادين راسي فلقيت صالح مين فيهم بقى انت حاسه بايه يعني لصالح امل فايد عايز توقعني حاسه ان الدور بقى يكبر عندها ويقل عندي